السلام عليكم، معكم اخوكم يوسف دلال من شاشه فريمان تي في على صفحه فيسبوك وكذلك قناه في كومينيك تي في الخاصه بتعليم اللغات الرحيه، اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه. على اليوم كيف العاده لدينا حلقه خاصه بسبب السياقه الاحترافيه ديال الشاحنات. دكاك الوغ عندنا وجهتين، الوجهه الاولى من لوكسمبورغ ليج، وفي التسجيل الثاني نشوفوا من لوكسمبورغ كذلك ليج. هناك مسيرتين، المسيره الاولى لوكسمبورغ ليج، والمسيره الثانيه لوكسمبورغ ليج كذلك. دكاك الوغ نختاروا واحده من هاد الجوج، ممكن نختاروا هاد. إذن السياقة من الوزن الثقيل، السياقة الاحترافية. إذن تتمنى لكم رحلة، تتمنى للجميع رحلة موفقة ورحلة ممتعة مع الشاحنة ديال سكانيا، الشاحنة سكانيا المنتوج السويدي الرائع سكاندينافي. إذن نخليكم مع هذه الرحلة هذه ونلتقي في نهاية الحلقة.
دونك كانت فعلا رحلة موفقة على متن هذه الشاحنة ديال سكانيا، كيف ما تشوفوا هي منتوج سويدي بامتياز. كانت فعلا رحلة موفقة، وسوف نعود تاني في حلقة أخرى ما بين السياقة الخسيرة سكانيا. كانت الشاحنة رهيبة السويدي بامتياز. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.